المعادلات التفاضلية. ألوغ أشنا هي المعادلات التفاضلية؟ هي معادلات ألوغ مختلفة عن المعادلات العادية. ألوغ المعادلات العادية اللي شفنا حتى الآن هي مثلا المعادلات فيها 3x زائد 5 تساوي صفر، أو لا معادلة مثلا معقدة واحد شوية 3x مربع زائد 7x زائد اكسبونونسيال x يساوي صفر. دونك هادي معادلات اعتيادية. ألوغ في هاد الحالة ديال المعادلات العادية كيكون عندنا متغير، المتغير x هو عدد حقيقي، يعني أن x ينتمي إلى R. ولكن في المعادلة التفاضلية عندنا جوج ديال الحوايج غادي يتزادونا. التفاضلي كاينين جوج ديال الاختلافات. اولا المتغير، في هذه الحاله المتغير هو y، يعني ما غاديش نستعملو x، دونك لا ناخذ x. علاش؟ لانه كنبغيو نفرقوهم، وهاد y هذا ليس عدد حقيقي، بحيث y هو دالة. اش كيعني دالة؟ يعني ان y نقدر نكتبوه مثلا بعض الامثلة ديال الحلول. نلقاو x y يساوي 3 في كوسينوس ديال x، او لا y يساوي 7 اكسبونونسيال ناقص 2 x. يعني هذا الحل ديال المعادله التفاضليه هو داله ماشي عدد. هذا هو الاختلاف الاول. الاختلاف الثاني هو في معادله تفاضليه سنجد المتغير y و دالة مشتقة، يعني مشتقاته المشتقة ديال هاد y الأولى اللي هي اللي كنكتبوها y بخيم، وفي بعض الحالات غادي نلقاو أيضا مشتقاته الثانية. اللي هي y سكوند، يعني غادي نلقاو y وغادي نلقاو مع y بريم، او نلقاو y و y بريم و y سكوند حتى هي. الوغ اش عندنا في المقرر؟ في المقرر ديال السنه ديال البكالوريا سوف ندرس نوعين من المعادلات التفاضلية. ألوغ شنو هما هاد النوعين؟ ألوغ معادلات من الدرجة الأولى، وغادي ندرسو معادلات من الدرجة الثانية. ألوغ من المعادلات من الدرجة الأولى غادي ندرسو المعادلات اللي كتكتب على الشكل y بريم زائد ay تساوي صفر، حيث هذا أ
ينتمي إلى R يعني عدد يعني A كيسوى مثلا 3 ناقص جوج جذر 3 Y بريم زائد جوج Y يساوي صفر هي معادلة تفاضلية من الدرجة الأولى ثم المعادلات اللي فيها من الدرجة الثانية غادي ندرسو أولا الحل العام ديال معادلة كتكتب من الدرجة الثانية اللي هي Y سكوند زائد A زائد A Y بريم زائد B Y تساوي صفر هذه المعادلة الأساسية A و B كينتميو لR وغادي ندرسو أيضا واحد الحالة خاصة ولكنها مهمة علاش مهمة لأننا غادي نشوفوها في الفيزياء على شكل Y سكوند زائد B Y تساوي صفر يعني في هذه الحالة صفر أو في هذه الحالة شنو الاختلاف ديال هذه وهذه هما بجوجهم معادلتين من الدرجة الثانية ولكن في هذه الحالة الخاصة كيكون عندنا هذا العدد A كيساوي صفر يعني A كيساوي صفر و B ينتمي إلى R نجمة يعني غير منعدي دونك غادي نحلوهم هادو بثلاثة نعطيو الخصائص ديالهم ونعطيو أمثلة نبداو بالمعادلات من الدرجة الأولى نسميوها الحالة الأولى الوغ معادلات على شكل Y بريم زائد A Y يساوي صفر الوغ الخاصية عندنا خاصية كنطبقوها مباشرة خاصية كتقول لنا حلوا معادلة على الشكل Y بريم زائد A Y يساوي صفر هو مجموعة الدوال Y يساوي لامدا في إكسبونونسيال ناقص A في X دونك هنا Y دو X طبيعة الحال هاد الـ A اللي كنهضر عليه في الحل هو هاد الـ A هذا يعني هاد الـ A اللي عندنا هنا هو اللي كنلقاو هنا X هو المتغير لامدا هي ثابتة تنتمي إلى R إذا بغينا نحسبوا هاد لامدا يمكن حسابها باستعمال الشروط البدئية دونك نكتب هنا يمكن حسابها باستعمال الشروط البدئية الان ناخذ مثال المثال اللي غادي ناخذه هو مثلا Y بريم زائد 7 Y يساوي صفر دونك حل في R هاد المعادلة وغادي ناخذ معها واحد الشرط اللي هو Y ديال 1 كيساوي 5 هو اللي كنسميه شرط بدئي دونك كنسمي شرط بدئي باش دائما نذكركم انه كيشبه الشروط البدئيه اللي كنخدموا بها في الفيزياء في الميكانيك او لا في الار سي او لا في الار ال الوغ حل هذه المعادله هذه المعادله تكتب على شكل y بريم زائد a y 7 في هذه الحاله هو a اذا مباشره غادي نعطي الحل ديالها
إذن حلها هو y de ix يساوي lambda في exponentielle ديال ناقص a. a هو 7 إذن غتعطينا ناقص 7 x بحيث لامدا ينتمي إلى R. نقدر نحسب هذه لامدا. ألوغ كيفاش غادي نديرو لهاد لامدا؟ غادي نحسبو باستعمال الشرط البدئي، لأن عطاونا الشرط البدئي. دونك غادي نقول هنا ونعلم أن Y ديال واحد كيساوي 5. و غادي نجي دابا لهاد Y دو X ونعوض X بواحد، غيعطينا Y ديال واحد يساوي لامدا في إكسبونونسيال ديال ناقص 7 في واحد، اللي هي لامدا في إكسبونونسيال ديال ناقص 7، اللي هي إكسبونونسيال ديال ناقص 7 نقدر نزلها للمقام وتولي لامدا على إكسبونونسيال ديال 7. ألوغ هادي عوضتها هنا، وبما أن Y ديال واحد كيسوى 5، إذن هاد العدد هذا غادي يساوي 5. إذن من هنا نقدر نستنتج شحال كيساوي لامدا. إذن لامدا كيساوي، نطلع هاد إكسبونونسيال 7 من تي الجهة الأخرى، غيعطينا هو 5 في إكسبونونسيال ديال 7. ونقدروا نستنتجوا حل المعادلة التفاضلية. إذن حل المعادلة إلى سمينا هذه المعادلة نجمة وسميت شرط ألفا، غادي نقولوا حل المعادلة نجمة الذي يحقق الشرط ألفا هو، نكتب هذا الحل هذا ونعوض لامدا بالقيمة ديالها، هو Y دو X يساوي لامدا حسبناها هي 5 اكسبونونسيال ديال 7 في اكسبونونسيال ديال 7 في اكسبونونسيال ديال ناقص 7 اكس اكسبونونسيال ديال ناقص 7 اكس، وهذا هو الحل ديال المعادلة التفاضلية من الدرجة الأولى. كنحلو أولا مباشرة باستعمال الخاصية الكتابة الأولى لامدا في إكسبونونسيال، ثم كنستعملو الشروط البدئية. الشروط البدئية Y ديال واحد كيسوى 5، كنعوضوها في المعادلة ناقص 7 في واحد هي ناقص 7، ناقص 7 نزلت لتحت، دونك بقات لينا هاد العدد هادي كيسوى 5، دونك خرجنا لامدا شحال كتساوي، ومن بعد كنعوضو هنا وكنخرجوها. إذن هذا بما يخص الحالة الأولى اللي هما المعادلات على شكل Y بريم زائد A Y اللي أعطيناهم سمية وسميناهم من الدرجة الأولى.